السلام عليكم. مساء الخير. انا كنت هختم خلاص ومن الحته دي هلم التليفون واستمتع بالجو اللذيذ وارجع بعدك اخرج اليوم للفندق، لكن لقيت حته لازم تشوفوها معي، نشوفوها مع بعض ان شاء الله. كان عملت سلسله بتاعت لايفات عن الجداريات في البلد، في ماليزيا سميتها جداريات البلد ديك، لانه نكون في السودان حتكون بالنسبه لي البلد ديك. نشوف الابداع ده في الصور دي، خلينا نشوفها مع بعض. نبداها من البدايه، شوفوها معي حلو كيف. هناك برضو في جداريه فوق، لكن انا خلاص نسيت جداريه الكتاب لانها كثيره وهي لذيذه، لكن خلاص اكتفينا اخذنا منها النماذج. خلينا نشوف دي مع بعض. ابداع شديد، عين التفاصيل بتاعت الشابة دي تقرب تتكلم، عين التفاصيل بتاعت الظلال، نظرة العين، الخصلة الصغيرة صغيرة مع 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 الخصلة دي. دقيقة سميت طيب ما اقدر اشرح، حاول اعرفها براكم. شايفينها كيف؟ شايفينها كيف؟ اعمل لها زوم شوية. ايوه دي والجدارية ماشية لحد النهاية كده، حنكملها مع بعض، لكن بس وريتكم انها مساحة، في مساحة كبيرة اللي هي موجودة في كلاسيك هندا. انا ما اعرف اللاكوندات هنا حتكون زي بتاعت كوالا بتاعت بينانج ولا اسمح كوالا دي العاصمة، لكن حتى اللاكوندا كنت نازل فيها في بينانج يعني ما فيها كلام، يعني كانت فيها تفاصيل حلوة، يعني غير اني استمتعت بيه وتعرفت لي بناس من دول مختلفة وتونست معاهم وكان بيننا مليح وملاح لحد ما، لأنه كل واحد يقعد ياكل أكله براه. لكن في الونسة، يعني في الونسة وفي القعدة وكده. فعندهم فوق في محل السرير هم في عندهم في اللاكوندا ثلاثة أنواع من السكن، تسكن براك أو يسكن نفرين مع بعض اللي هي تكون سراير فوق بعض دي، أو السكن المشترك اللي فيه ستة سراير. أنا كنت في ستة سراير لكن كنا خمسة نفر، فكل سرير مع بعض في حاجز بيناتهم محل الراس يعني من الحتة الثانية. فوق راسك بتلقى يعني ورا على وراك يعني محل الراس فوق تلقى في كابينت بتفتحها جوا فيها حتتين للشاحن وهي منورة، عندك لمبة جنبها كده جنب الكابينت ده ملصق في الحيطة، لمبة فيها رقبة متحركة كده على سن لو عايز تقرا هناك ما تزعج الناس اللي جنبك، تكون عايز تقرا قرايتك وخلاص. الناس المبدعين شديد، مبدعين خالص. في رسومات بتذكرني بأفلام الكرتون اللي طبعا مع 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 الجدارية دي برضو ماس الفندق، طبعا دي بتلقوها كجديد تحت البوزين، ممكن نشوفها ونرجع تاني للجدارية دي، مع انه انا قبل كده عملت لها لايف براها، لكن ما مشكلة لو مقبل علينا يكون حاجة كويسة، لو مقبل على الجهة الثانية. المهم ممكن ارجع لللايف، ناس الفندق كاتبين اسم الفندق تحت هنا زي ما شايفين كلاسيك ان، وإضافة للجدارية الجميلة دي اللي عملوها الشباب اللي أنا ما بعرفهم، يا ريت لو كنت بعرفهم كان سلمت عليهم واحد واحد وشكرتهم على الإبداع ده. شايفين كيف؟ إبداع شديد. طيب كده اللايف انتهى، شفنا الإبداع في الجدارية اللي وراي دي كيف. خلونا نتلاقى في لايف تاني ان شاء الله. انا شاكر لكم شديد حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.